وبعد كده يا استاذ معلش اسم حضرتك ايه؟ النونو، منصور النونو. وبعد كده يا استاذ نونو اكتشفت ان العالم ما انتهاش وان البعبعون ده طلع اي كلام، واخيرا اكلت حاجه تانية غير البطاطس، وسبايسي ضاع مني، وجيمي تاه مني، وكلينتون بقى بيكلم واحده 24 ساعه اتعرف عليها استاذ جيمي اللي عرفه عليها اسمها سيري، وفوق كل ده ما لقيتش بابا وماما. انت بتقولي ايه؟ انا بحلم ولا احنا لايف عايشين ولا في ايه؟ انا مش فاهم حاجه. بصي، من كل الرغي اللي انت رغيتيه دوت انا طلعت بانك بتدوري على باباكي ومامتك. شوفي يا استاذه لولي. ايوه لولي، الحقيقه انا اشتريت البيت دوت سنه 2000 وما اعرفش الملاك اللي قدام، سامحيني. كان نفسي افيدك يعني. وفعلا يا لولي ملوش دعوه باللي انت انا اصلا ماليش دعوه، انا عايز الشنطه ومش هيستحملك، انا بس اللي يلا بينا. لا استنى سؤال، انا هتجنن وافتكر الاستاذ المحترم ده انا شفته فين قبل كده؟ شفتك فين؟ والله العظيم يا نونو باشا انا اللي نفسي افتكر انا شفتك فين قبل كده. سعادتك بتنزل الهرم؟ بنزل هرم كتير بس ما اظنش شفتك هناك قبل كده. طب بتنزل اول فيصل؟ فوق دماغي كل اصحابي في فيصل برضه ما شفتكش. انت بتروح القطاميه؟ اقسم بالله عمري ما سافرت بره مصر. سافر بره مصر؟ مش عارف، هو حلم اكيد حلم. اقول الرنه بتاعت هانيا عشان السربرايز بليز. الو انت فين يا بيبي؟ انت مش قلت انك هتروح كوافير وتيجي على طول؟ لا انا زعلان. عديت على مين؟ سمير؟ سمير الكردي. اه يا كبير انا عملت ايه؟ انا معاك من الاول يا كبير. مين ده؟ ده سمير الكردي، او كان سمير الكردي. ما حدش يتحرك من مكانه، ارجعوا. اه يا حبيبتي، بعد سمير عديت على مين يا بيبي؟ انس صفوان. انا معلم ما عملتش حاجه معلم، والله العظيم مظلومه معلم، ما اتحركتش يا معلم. بعد انس عديت على مين يا روحي؟ جيمي. لا ازاي؟ والله ما اعرف. جيمي سعيد. مش ده هدى يا عم؟ جيمي سعيد. هدى جيمي سعيد. قدام عينك اهو يا ريس، وحصل مني حاجه؟ والله ما عملتش حاجه. كنت هتوحشني. فصل حضرتك. ايه يا روحي؟ وبعدين استاذ نونو. ايوه روح خليكي بقى على زعط. ايوه دلوقتي يا استاذ نونو الرجاله بتاعتك اخذت الشباب دي بره، وانا شايفه ان المشكله مش فيهم لان هم موجودين قدامك، المشكله في هانيا، ما تواجهها. صدق عندك حق، اما الحق الرجاله قبل. قدر الله ما شاء فعل، خلاص اللي حصل حصل، بس على قدكم انا كنت الحقهم. جيمي انا عايز اطلع من بدري. يلا رايحين فين؟ ادخل الحمام زي خروج ولا ايه؟ ايه يا حبيبتي انت بتقرطصيني ولا ايه؟ كل الاسامي اللي انت قلتيها كانوا موجودين عندي دلوقتي. بتقولي ايه؟ اه ظلمناها. ليه؟ طلع عندها ثلاث اصحاب بنفس الاسم. وصدقت؟ ايوه يا اخي. ايوه. طب وبعدين انت جايه امتى؟ حرام عليكي، انت كسرتي فرحتنا، البالونات هتفرقع من الغيظ يا هانيا. يلا تعالي بقى، انت بتصرفاتك ديت خسرتيني ثلاثه من اعز اصحابك. قصدك اصحابك؟ يا اخي اصحابها، انا عارف انا بقول ايه. ايوه. طب استني بقى عشان الكلام اللي انت بتقوليه ده ما ينفعش يتقال قدام الناس. بيبي بعد اذنك يا نونو باشا. اه يا حبيبي. انا نفسي في بالونة. الله، ما انت عندك واحدة اهي، هيبقى اتنين يا طماع. سبايسي الأرنب بتاعي. ولا مصطفى، هو الأرنب ده مش آخر مرة شفناه لما كنا عند الكموني؟ اه طبعا. أنت فاكر أنا بقول إيه؟ لا طبعا. أنا أروح آكل حاجة، أنا اتجننت.